بص انا ده انا اصدقائي دايما من بعيد لبعيد يعني، مش ماليش الاصدقاء المقربين مني يعني، واخد بالك يعني، احمد فهمي اعرفه، واخد بالك مين تاني يعني، بيومي فؤاد ليه علاقه بيه بس من خفيف يعني، من بعيد لبعيد. مين تاني؟ كريم اخو احمد يعني، الحمد يعني، واخد بالك يعني، معظم العلاقات بتاعتي خفيفه، مش قويه يعني، لان انا مش مندمج يعني، معظمهم اعرفهم كويس يعني.